السلام عليكم. انا منين انا مطلقه ليا ماما، منين تزت كانت عندي، يلا تزت من السبيطار. الوالد قال الوالده قال لي انا ما بغيتكش تولدي ليا بنت، ولدي ليا ولد. وقال لها قال لها بواحد الطريقه، ما قالش لها بنت، قال لها علاش ولدتي ليا هادي فاعله تاركه، انا باغيك تولدي ليا ولد. صافي ماما مشيت لعند خوتها، صافي من السبيطار مشيت لدارهم، صافي. وانا كبرت مع خوالي كانوا مهرلين فيا، كيشرو لي الحليب لي كوش وكل شيء. وصلت عدي 16 عام وانا نتلاقى مع واحد دري، قال لي نتزوج بك. عاودت لي حكيت لي، قلت لي انا رأيتي مو وعايشه مع خوالي، كنطلعو طاد خوالي وهادي. قال لي تزوجي فيا وداك الشيء غنتهلا فيك وهادي. بقات يعمر لي براسي، كانت عندي 16 عام. واحد النهار كان سكران، انا ما عارفه واش سكران ولا لا، فهمت ما ديت ما جبت ما عارفاش. قال لي ركبي معايا في الطوموبيل، ركبت معاه ويديني العروبية يومين هو ساد عليا، اغتصبني وكل شيء. الوالدة خدامة في جديدة، وكانت العواشر كان العيد، وماجية ديك الأيامات ماجية لينا. صافي مشات دات تصاوري ومشات عند البوليس ودات تصاوري يومين في العروبية وانا نجي. صافي بهالكايم مني مشينا عند المخزن دعينا وداكشي، تزوج بيا باش ميمشيش للحبس. مني داوني بقاو تيتكرفصو عليا. كانت كتعطيني نصب ليها، ماما كانت تعطيني الشقة بزاف، الماكينة الصابون كاينة كتقول لي صبني بيديك، ما كانوش كيدوني للحمام، دايريني بحال الخدامة غير سادين عليا. كانت تقول لي انا غنجوز ولدي، واخا نجوز ليا كتقول لي غنصيفطو لطاليان وغيتزوج هو في طاليان. وقلت لها وتنقول لها وانا، تقول لي لا ولدي راه بغى يتزوج ويدير ولاد. تنقول لها وانا، تقول لي تسيري شوفي شي واحد درويش بحالك بحاله بحالك بهاد الطريقه تقولها لي. واحد كنقولها لها، تيقول لي هو مني تيكون سكران تيقول لي غنديك وغنمشيو نسكنو في قيفن صالح، غنسكنو في قيفن صالح. مني كتسمعو كتقول لي غيديك وغادي يقردك، ولدي راه كيدير القرقوفي وتيشرب وداك الشيء، راه غيديك وغيقردك. وتتلاقى مع امي في السوق ولا شي حاجه، تقول لها اجي دي بنتك راه شي نهار غادي يذبحها ولدي، راه كيضربها وداك الشيء. هو واخا كان كيسكر ما كانش كيضربني قليل. هي مو كتبقى تقول لامي راه غادي يقردها وغيدير لها ويدير لها، بنعاني باش الوالده باش تيقنعوا فيا. تيقنعوا فيا. انا قلت تزوجت وما عندي حد، نصبر وصافي هادشي اللي كاين. انا عارفه راسي من الاول غنخرج، راه ما كاينش اللي يقبل عليا. خوالي اللي مكبريني راه داروا فيا خير، وداك الشيء الله يجازيهم بالخير راه داروا فيا خير. وانا ما انا غلطت، انا ما درتش بحسابهم، وما داروا فيا الخير وانا مشيت شويت عطيت شرافي. كنت صغيرة ما عارفاش لعب لي بعقلي. قاصر هو كانت عدو زيد هو في 89. مجوز قبلي مطلق. مجوز. هو اصلا نصاب، فهمت، تنصب على الناس. دابا راه مشدود في الحبس. طلقت منه حتى واحد ما قبل عليا، بقيت هازة ساكي وتندور. خوتي ما رضوش، ما بقوش خوالي تنقول لهم خوتي حتى كبرت معاهم، ما رضوش ما قبلونيش. صافي قالوا لي مشيتي عطيتي شرفك سيري شوفي. مني مشيت خوتي بقيت كندور عند الناس، هذا نبات عدو 3 ايام، هذا نبات عدو يومين. صافي راك عارفه بنادم جادو راه تيديرو معاك، جادو يقبلك واحد السيمانه قاعله. صافي وليت نسمع الهضره، شافوا خوتي سمعوا داك سميتو، انا كندور امي يرجعوا.
رجعوني ايه، واخا رجعوني وليت تنسمع الهضره. راكي درتيها فهمتي، زعما عطيتي اشاره صافي. وانا نمشي نخدم، مشيت نخدم في واحد القهوه راك عارفه ايه، تمني تيسمعو مطلقه صافي. مني طلقت عندي 18 عام، طلقت عندي 18 عام. تيقول تيقول لي يلا تريحي معايا، اولا تنبغي بحال كلشي واحد يعطف عليا، نقول ليه خويا انا راه هادي، وتيقول لك تيقولك انا ما عندي ما ندير لك، فهمت؟ حتى واحد ما رحمني. صافي بقيت تندور راك عارفة. مشيت واحد النهار بان نخدم في الديار، مع عند واحد السيدة ما قبلتنيش، قالت لي ما قبلتنيش، قالت لي كاينين عندي خوتي وداك الشيء ما نقدرش، وتي مطلقة ما عنديش دافع انا الحالة المدنية، برا ما نصوش لي حالة مدنية. ومني نطلقها راه ضاربة لوجهها، راه ضربها لوجهها وداك الشيء، وكانت تشد في الحبس ودات المشاكل، ما بغاش يصوب لي حالة مدنية. مجوز وعدو ولاد، انا بعدا مني كنت كنعرفو مني كنت كنقرا كانوا عنده ربعه الاولاد، دابا مؤخرا زاد عنده واحد الوليد. مشيت عنده فاش كانت سميتو حالكايا، دعيتو على قبل الحاله المدنيه، مني ما بغاتش مرتو، قالت ليه الا صايبتي لبنتك الحاله المدنيه كتب عليا. هو عنده جوج ديور وعندو حانوت وخدام في البحر، عندو الفليك في البحر وداك الشيء، الحمد لله زعما مسك عليه الله، جاب ليا كل شيء ولا طلقني ونوضت معاه الصداع. صافي وجا بحال هكايا قال لي صافي ما يكون على خاطرك، قال لي غتجي عندي. مشيت لعنده، من مشيت لعنده قبل يوقع لي هذا المشكل ديال الاغتصاب، مني مشيت لعنده كتنوضني كتقول لي نوضي عجني، كنت صغيره كتقول لي عجني وصبني تايا، عطاتني الصابون عطاتني نعجان. كانت عندها واحد الطرابيه صغيره تنوض في الليل تتنوضني تقول لي هاكي شدي اختك بحال هكايا، كلشي تتعطيني نعجن، وانا كنت باقا صغيره تنوضني مع السبعه سته تقول لي عجني، ولا تتخلي لي الشقه وتتخرج الدار هي تبقى داويه مع صحابات وداك الشيء، وانا تتخلي لي شقة. هذيك الساعة تكون عندي اختي 14 13 عام. واحد النهار بغات تحرقني، واحد النهار قالت لي صايبي المسمن، انا ما عارفاش داك الشيء، مشيت نصايب بحال المسمن، عوجت واحد سميتو وهي تحط لي ديك العايبة اللي كيديروا بها سميتو مسمن، بغات تحطها لي في وجهي، غير درت بحال هكا بغات تحرقني من وجهي، وصوتات على قبل الحالة المدنية. مني قلت ليها صايبوا لي الحالة المدنية، صوتات قدامي، وهو كان جمع لي الوراق ديال الحالة المدنية كان غاي صايبهم. مني صاب دارت هكاك ناض شرقهم، شرق الوريقات صوتات قدامي وصوتتني وهرست لي واحد التليفون عادي كنت ديته معايا تنهضر تنتواصل مع الام ديالي، ناض فهرسات وخبطاتو مع الحال وتضربو. انا عندي الكنيه ديالو واني ما محطوطاش في الحاله المدنيه، انا تنحس براسي دابا بحال حراميه كما تيقولوا، انا فهمتي، انا بغيت يوصلوا لي الحاله المدنيه. كنقول لي راه حشومه راه حشومه هاد الشيء، رانا بنتك، وانا بغيت نقول لك واخا انا ما تنبغيش هاد الكلمه ديال با، حيت شتا ما كبرتيني، ما شريتي لي حليب، ما شريتي لي ليكوش، ما البورا ماشي هو اللي تيولد، البورا هو اللي تيخدم على ولادو وبزاف الحاجات تيرد لهم البال. وانا بنقول لك با كون كنتي معايا وداك الشيء وكنتي تتسول فيا، ما يضحكش عليا هذاك، ما يتفلاش عليا، حيت ضحك عليا حيت ما لقاش عندي البو، كما كانوا كيعايروني كيقولوا لي انت ما عندكش الحاله المدنيه مني مشيت لعندهم، وما عندكش البو، وحنا بغينا شي وحده بنت الاصل وعندها باها وعندها الحاله المدنيه، وكان يضرني خاطري بزاف وتعايرت بيه، وانا ما عنديش الذنب فيه وتعايرت بهاد الشيء، ما عنديش ليه ذنب، ماشي انا اللي اختاري تكون حياتي بحال هكايا.
راني في انا وتعدت في الجاف وتكرفزوا عليا ناس وكنت كارية وماما عدى واحد البيوت عطاتو ليا هي فين ساكنة عطاتني واحد البيت ومسقف بالقزار ولاو تيدخلوا عليا السماكرية تيبغيو يدوني الصحة وماما غايبة خدامة مزوجة وخدامة خدامة في المخبازة عايشة بوحدي حقروني بوحدي حقروني ولو تيضربوني تيضربوني تسمع في الحجرة واللي ناتي يعطيني صوتا كي الكلبة كل شيء اللي دافعت على راسي قلت لي ما نمشيش معاك تيبغو يجراني بزز تيضربوني وتنمشي تنمشي حقروني واحد النار تعاموا عليا ثلاثة واحد النار واحد الواحد تيدي القرقو بيدك الشي تبعني انا عزاز بصدام التليفون مني ما بغيتش نعطيهم لي الوالية ايدي برد عليا ايدي ولا دير هكا ايدي ولا تعوجة وصلت غادا انا مش ندير والو الناس تيبقاو ينعسو فيا متيحملونيش حتى سبو عليا بغيت نخدم بغيت شي حاجة في حياتي تعمر ليا هادشي وننسى هادشي بغيت نخدم مكرات شي محسن يعاونني نرجع نقرا ويخليني نخلص شي صنعة شي حاجة ونتعلم شي حاجة نوليت انا شي حاجة وباغا نقرا ونيك دركرا دركرا عدي الكرا وجيت كريت هنايا كريت ب 600 درهم وانا ما خداماش غير امي اللي عطاتني خدامة في مخبازة هي اللي صيفطت لي الفلوس مزوجة وخدامة راجلة ما خدامش مريض لا لا بغيت شي صنعة انا ما قرات شي محسن يعاونوني نقرا ولا ندير شي صنعة في راسي تامنة يعني خاصك دابا شي صنعة خاصني شي حاجة ننسى بها هادشي ونخدم في نفس الوقت باش نخلص الكرا وباش ما عديش باغا تزوجي اي كرهتي الشيء الناس اي يكون في جنبي وداك الشيء عزيز ما عندي حد تسمع عندي حد انا هذاك الراجل اللي كنت معاه كنت نعتبرو با وداك الشيء واخا دار لي داك المشكل ولكن هو كان تيسكر وبزاف د الحوايج كان تيسكر فصو عليا هو وعائلته هو السبب ولكن من الاخر با هو السبب حتى شكون كان با انا ما نعطيش ما نركبش معاه في الطوموبيله ما نعطيش شرافي مني هو طاح لي على النقطة الضعف ديالي انا مني عاودت لي وداك الشيء عرف النقطة ديال الضعف ديالي واستغني صح اي درية انا شحال هادي اي درية بلا سميسة ماشي غير دابا كنت نصح اي درية نقول لها شوف يا اختي ما تخليوش شي واحد يغر بيكم بحالي ويضحك عليكم عيشوا مع والديكم راه اللي عدوا والديه حداه عدوا كنز كنز ثمين في الدنيا هادي راه الوالدين من كيتفرقوا راه شي حاجة راه كتهدي انا راه تهديت كنقول لكم حتى شي واحد ما يضحكش عليكم الدريات ما تخليوش شي واحد يضحك عليكم بحالي راه اللي قال لك نتزوج بك وباغيك المعقول قول لي يجي لدارنا راه كتعرف دارنا ما تمشيش معاه راه يضحك عليك وياكلك الحم غيلوحك عدم راه بنادم كاينين ولاد الناس وكاينين ولاد الحرام في الدنيا ولد الناس راه يجي لداركم ما غاديش يتفلى عليك